أنا اسمي سوسن الوحيدي، عندي ولدين، ولد وبنت. هي كانت معها مريئها مكان مشبوك بالقصبة الهوائية، كان مشبوك بالرئة، وعملنا لها عملية وعمرها 8 أيام عندنا في غزة. عملوا المريء من الرئة للقصبة الهوائية، وبعد شهرين وعشرين يوم بالضبط رضعت، وهي بتمشيش هالحين. أثرت هذه الفتحة اللي عندها، أثرت على الأكل وعلى المشي وعلى الحكي. بنتي حكيها بالإشارات كل شيء بتفهم، تقول يعني ليش هم الأطفال بيحكوا أنا بحكيش، ليش هم بمشوا أنا بمشيش زيهم. أنا حسيت إنها تغيرت، هي ما كانتش وهي قاعدة تمشي تزحف، هي صارت بعد مشروع العلاج الطبيعي يعني صارت وهي قاعدة تزحف، أوقفها على الحيط تقف، صارت تمسك الإشي يعني إيدها صارت تعدل شوية، صرت أعلمها تاكل لحالها، بحكولي في العلاج الوظيفي إنها لازم تاكل لحالها. عن طريق مؤسسة بيتنا اندمجنا احنا على برنامج الهانديكاب والاتحاد الاوروبي، وانا بشكرهم كثير الاتحاد الاوروبي والهانديكاب بما انهم يعني قدموا علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطق لبنتي ونفسي كمان، فبشكرهم كثير كثير، وبتمنى انهم يعني يضلهم يعملوا مشاريع زي هيك عشان تفيد بنتي والاطفال المعاقين لغيرها يعني. ممتازة براء.